الثلاثه اللي في الابر لمب الانترا ارتكولار ستراكشر هم الديسك الفات التندون. فانا عندي امثال للديسك اللي هو الانترا ارتكولار ديسك اللي موجود في السينوكلافيكولار جوينت. دايما الديسك بيبقى جوه الجوينت عشان يحصل له لوبريكيشن ويحصل له واشنج ويحصل له نيتريشن جوه الديسك جوه الجوينت من الساينوفيال فلويد. لكن الفات واللونج التندون بيبقوا بره الجوينت بره الساينوفيال ميمبرين. يبقى الديسك جوه الساينوفيال كافيتي لكن الفات والتندون بيبقوا بره الساينوفيال كافيتي. ليه؟ لانهم مش محتاجين نوتريشن جامده. المسل بتاخد النوتريشن بتاعتها بلو ذا جوينت. الفات بتاخد سمول نوتريشن من الساينوفيال سيرفيس فقط. علشان كده لو انا عندي بلاقي الفات في حته الهولوكرينوم فصه والكورونويد فصه والريديال فصه بيبقى فيها فات عشان تبقى كونتينوس مع البون في السيرفيس بتاعها. فما يحصل ريفليكشن الكبسول ما تخشش لجوه فتبقى ريفليكشن على السطح على الطبق بنفس. فطبعا هي المفروض هي موجوده هنا. لو انا عندي الاوكريم فصه هنا يبقى هي وجودها هنا الفات ويحصل لها ريفليكشن السينوفال فلويد يجي من براها ويعمل الممبرين بيعمل من براها ويعمل ريفليكشن فتبقى بينها وبين الكبسول. الثانيه حاجه التندون. التندون بتاع المصل لو بيجي ياخد من العظم هو ممكن يخرج من الكبسول وياخد من العظم. فطب بس هو محتاج ساينوفيال شيس حواليه فبيجي زي كانه سينكينج يعني بينزل عليها بباراشوت من فوق بينزل عليها من فوق مش بيخرمها بينزل عليها. فتبص تلاقيها انتنت بالطريقه دي بالظبط زي اهي نازل عليها هنا فتنتني عليه فيبدا تاخد دبل فولد على البوث سايد ومن فوق مفيش يعني بيبقوا في كونتينوس كونتيجوس وليس كونتينوس يعني متجاورين وليس ملتحمين لانها ما خرمتش الساينوفيال ميمبرين. هي نزلت عليه خدت دبل فولد رايت وليفت وطلعت بيه. وده اللي بيحصل فين مع التندون بتاع البايسبس ان هو بيبقى اهوت دبل فولد اهو بيبقى انترا كابسولار اكسترا ساينوفي. الفتا اهي برده في الفصه بيبقى انترا كابسولار اكسترا ساينوفي. انترا كابسولار بره الساينوفي اهو انترا كابسولار بره اكسترا ساينوفي. لكن الديسك هو الوحيد اللي بيبقى انترا كابسولار انترا ساينوفي. بعد كده طب البرسه دي ايه يعني ايه برس يعني الساينوفيال ساك دي ممكن تطلع من جوه الساينوفيال من الكبسول من جوه الكبسول وتطلع بره. بتطلع ازاي؟ بس بتبقى كونتينوس مع الساينوفيال ساك زي ما كنا بنقول عليها بيحصلها بلجنج من اي اورفيس فتطلع من الاورفيس اللي حوالين الكبسول وتبقى كونتينوس معاه. فممكن يا اما تبقى كونتينوس يا اما بعد اثناء زي السب سكابولر وانفرا سباينس فوسا قدام وورا بيبقوا كونتينوس مع الساينوفيال شيس او تبقى سيبريتد تطلع ويحصل لها سيبريشن وتتقفل دي وتتقفل دي بعد بوست نيتال. فنتلاقي مثلا سب كوراكود بيرسا السب اكروميوم بيرسا السوبرفيشال بيرسا اللي فوق الاكروميوم بروسيس السب دلتويد بيرسا. معايا يا جماعه؟ يعني كلهم كانوا طالعين من الساينوفيال شيس بس من الساينوفيال ميمبرين وطلعوا بره وبعد كده لما الكبسول قفلت لحمت عليهم بس منها في حاجات لسه الكبسول ما لحمتش فيها في الاوبننج الانتيرو والبوستيرو ديت فتبقى كونتينوس مع الشيس. طبعا انا عندي التندون بتاع البايسبس بياخد الشيس دبل فولد حواليه وليس داخل فيه. معايا؟ دي بسميها بيرس. لما تلتهي بتبقى اسمها بيرسايتس. بيرسايتس لاي سبب تندون انفلاميشن انفكشن داخل من المصل نفسها من البون نفسها انفكشن جاي من لها من بره بتروما بسيرجيكال مانوفر بنيدل بين بريك اللي هو دبوس او اي حاجه ممكن يعمل بيرسايتس. في حاجه كمان اللي تعمل بيرسايتس استاجنيشن اوف ذا فلويد. الساينوفيال ميمبرين بتطلع ساينوفيال فلويد بتنيها على طول بتعمل فيها رينيوال يعني تطلع وتشفط تطلع وتشفط لانها مليانه بلس فيزل. فلو انا وقفت الرينيوال ده عن طريق ضغط بريشر ممكن يحصل استاجنيشن ويحصل بيرسايت زي الاولوكرينوم بيرس. احنا قلنا ان احنا عندنا الساينوفيال شيس هو بيحصل له ريفليكشن من الكبسول للنان ارتيكولار بارت فبيطلع فوق لغايه الفصي وهنا برضو بيطلع فوق لغايه الفصي عشان كده بيبقى في ساك قدامه ورا الهيومرس. فالساك اللي ورا طلع عاليه قوي وواسعه
فمليانه فلويد، فبنسميها احنا بنسميها ايه الكرينون بيرس. بس في كتير قوي بيحصل لها بيرسايتس يعني انفلاميشن، مع خصوصا مع الستودنت ان هو بيبقى قاعد ساند بقوه على الترابيزه وقاعد يذاكر، فتبدا مع اللونج ران والاستجنيشن يحصل بيرسايتس. في نوع تاني من البرسه ملوش دعوه بالجوينت، ده ليه دعوه بانه بيحمي التندون في حته دينجرس اريا بتوين تو هارد استراكشر. فهو هنا الجوين السينوفيال ميمبرين بيبدا يحوط الكومن الفليكسور بتوع الديجيتي والاكستنسور بتاعه الديجيتي بين الاكستنسور تناكلم والفايبرس كبسول، او بين الفليكسور تناكلم والفايبرس كبسول. هنا بالنسبه للاكستنسور بياخد بيبقى بس محوطه اثناء المرور فوق وتحت، 1 سم فوق 1 سم تحت. لكن بالنسبه للفليكسور ما بيحصلش كده، بيبقى حريص لان الكربال بون بتبقى خشنه من قدام، فبيبقى حريص على انه ياخد مسافه عاليه. فببص الاقي ان التندون بتاع الفليكسور بولسس لونجاس هو دايما بتاع الصوابع، محوط للصوابع، بيبدا ياخد الشيس من فوق 1 انش فوق الريست وتانه ماشي معاه لغايه الديسال فالنجيس. اما بتوع الفليكس دوشترام بروفاندس وسوبر فيشياليس بيروح واخد التندون مع بعض فوق 1 انش فوق الريست وينزل لغايه الميدو في بالم ويقف ما عدا الليتل تو بيطلع معاه. هنا طبعا الرسمه غلط، هو فاتحها بس بيطلع معاه ويغطيه كله. بسمي ده النر ريديال بيرسا وبسمي ده النر بيرسا. لو يحصل فيهم بيرساتس من ايه؟ من الانفلاميشن في التندون بتاع المصر هنا او هنا. طيب بعد كده عندي ايه؟ البرسه اللي حوالين مين؟ السينوفيال شيس حوالين مين؟ بقيه التندون. التندون خطر فين؟ هو ماشي على بتوين الفايبرس تيشو اللي هو الكومن فليكسور شيس والبون بتاع الفلانجيس. فيبقى في هنا برضو سينوفيال ممبرين او ساك حوالين التندون وهم في اماكن ايه؟ المكان الخطر بين الفايبرس تيشو والبون هنا في الفنترال سيرفيس بتاعه الديجيتي. طبعا الانفلاميشن للتندون هو بيعمل البيرسايتس، يبقى دي اسمها ريديال بيرسا كونتينوس كلها جواها فليكسور بوليسز لونجاس بس كونتينوس لغايه 1 انش فوق الفليكسور روتوناكلم. أن البرسا 1 انش فوق الفليكسور روتوناكلم فيها 2 تندون، يعني 2 تندون كلهم بتوع الفليكسور دوشترام بروفاندس والسوبرفيشياليس، بتنتهي في نص البالم بس كونتينوس مع الليتل فينجر لغايه الاخر. طبعا التندون هو طالع بتاع البايسبس ما حماهوش البرسا لو انا بعمل فيجرس كونتراكشن. يعني ايه؟ يعني لو في اثناء الناس اللي بيلعبوا جيم وقلنا بيعمل بيشيل حديد فبيعمل لها فيجرس ستريتش للمصل، فتبدا تتقطع من التندون الحته دي، واحنا بنقول الحكايه اسمها دي بوبيس ساين. التندون بيبقى معطوه هنا بس من الاول بيحصل سناب، بيسمع صوت طرقعه وبعد كده بيألم وبعد كده بتلاقي ايه؟ ورم في ايده ولونه مزرق عشان تجمع الدموي. بوبيز ساين بوبيز ساين بوبيز ساين. ممكن في الاولد ايج او الميدل ايج نتيجه ان التندون بيبقى ضعيف، ممكن وهو واقع على الاوت ستريتش هاند يحصل فيها الرابشر بنفس الطريقه. الكبسول هنا اللي احنا قلناها، احنا قلنا الكبسول قلنا السينوفيال ميمبرين. بنتكلم على الحاجه اللي بتعمل انفورسمنت للكبسول، اللي بتعمل انفورسمنت للكبسول هي الليجامنت. فالليجامنت هنا بنيجي نذكرهم، بلاقي ان انا من بره بتلاقي انتر في الستينوكلافيكولار، في انتركلافيكولار ليجامنت، في انتيرو ستينوكلافيكولار، في بوستيرو ستينوكلافيكولار، وفي كوستوكلافيكولار. مش عايز اقول لكم ان الكوستوكلافيكولار ليجامنت هو اقوى ليجامنت موجود عندنا في جسمنا. ليه؟ لانه بيحمل كل التقل بتاع الابر ليم على الاكسيال سكيلتون، كوستوكلافيكولار ليجامنت. اما في الاكروموكلافيكولار ليجامنت بيبقى في انتيرو اكروموكلافيكولار، بوستيرو اكروموكلافيكولار، ومن تحت في ايه؟ كوراكو كلافيكولار ليجامنت، كوراكو كلافيكولار ليجامنت اللي هو فيه كونويد بارت وكونويد بارت وترابيزويد بارت. في الشولدر جوينت عندي الليزر والجريتر تيبروستي، الليزر تيبروستي ماسكه من جلونيت كافيتي بجرينو هيومرال ليجامنت سوبيرو ميدل وانفيرو. اما الجريتر تبروستي من فوق بتمسك بايه؟ مع كوراكويد بروسيس بكوراكو هيومرال،
الاثنين مع بعض الترانسفيرس هيومرال هو صحيح ما بيعملش سبورت بس بيعمل سبورت للتندون بتاع البايسبس في مكانه من فوق عشان يمنع اللي هي unwanted abduction. بيبقى فيه هنا الليجامنت ماسك الكوراكود بالاكروميون باسمها كوراكو اكروميون ليجامنت. حد تاني يقول لك هو ايه الارش؟ لا الارش هو الكوراكويد مع الاكروميون مع الليجامنت. الارش هو الكوراكويد مع الاكروميون مع الليجامنت. معلش يا جماعه الارش هو الكوراكويد مع الاكروميون مع الليجامنت. بعد كده هنا عندي الالبو جوينت، بلاقي الالبو جوينت هو بس بيتمسك من الجناب بكولاترال ليجامنت. شكل الميديال كولاترال غير اللاترال كولاترال. الميديال كولاترال بادئ من الميديال ايبيكوندايل وينزل البروسيس بتاع الانر، فيبقى من الميديال للانتيريور للكرونويد كرونويد بروسيس ده انتيريو باند، ومن الميديال للاوركرينو بوستيريو باند، وبينهم الاثنين انفيرو باند. اما اللاترال كولاترال ماسك من اللاترال ايبيكوندايل ونازل مثلث ماسك في الانيورال ليجامنت، مثلث ماسك في الانيورال ليجامنت. بالنسبه للسوبرلوجيو انال جوينت بقول ان اللي ماسكهم اللي هو الانيولر، وطبعا وثابت الانيولر ده مشدود مع اللاترال كولاترال، يبقى الاثنين دول بيعملوا سبورت ليه من فوق، اما من تحت بيعملوا سبورت كوادريت ليجامنت. الانفيرولوجيو انال ليجامنت بيعمل له ايه سبورت من قدام ومن ورا اللي هو انتيرولوجيو انال وبوستيرولوجيو انال. اما الريست بيعمل له سبورت بانه ايه من قدام بيبقى عندي راديو كاربل ومن ورا راديو كاربل، وفي الجناب الستيرويد بروسيس هنا وهنا بتمسك مع الكاربل بون فبيسموها ايه بقى كولاترال ليجامنت. بقيه الصوابع الميتاكاربوفالانجيال والانترفالانجيال طبعا بيبقى فيهم ايه بيبقى انتيرور وبوستير وكولاترال ما عدا الفالانجيز بيبقى بس الكولاترال عشان يسمح بالفليكشن والاكستنشن. هنا بنرجع نقول ايه هو السبورتنج فاكتور. السبورتنج فاكتور بيتحكم فيه خمس حاجات مش اربعه زي ما انا كاتبه: البون، المسلز، الكارتريج، الليجامنت، الاتموسفيريك بريشر. معظم كل الجوينت ما عدا الشولدر جوينت بيبقى نتكلم عن الليجامنت بس، الكبسول والليجامنت، الكبسول والليجامنت هم دول السبورتنج فاكتور لان شكلهم ما بيوحيش بانهم هيحصل لهم فيكسيشن. لكن الشولدر ازود عليهم البوني شيب ان هو سوكت وسفير سفيريكال او بولند سوكت، يبقى الكونكافيتي والكونفيكستي يبقى بيدخلوا ببعض يبقى يحصل فيه جود ارتكوليشن. المصل بنتكلم عليها في الشولدر اللي هو الروتاتور كاف مصل. الكارتريج بيتكلم عليه في الشولدر ازاي؟ ان انا عند اللابرابوجلونيدال بتزود الكونكافيتي. حاجة تانية الهايلاين كارتريج بيزود الكونكافيتي وبيزيد الكونفيكستي بتاعت الهيد. ازاي؟ الهايلاين كارتريج بيبقى على السيرفس بتاعت الهيد، بيبقى سيك في النص وبريفرب ايه واي سن، يبقى بيزود لها انكريسكو في الكونفيكستي. اما في الجلونويد بيبقى ايه سن في النص وثيك في الجناب فبيزود الكونكافيتي. ده بالنسبة لمين؟ للكارتريج. بالنسبة للبريشر برضو بنتكلم عليه ما بس في الشولدر جوينت، لان ايه شكل الكاب شيبد او الكونكافيتي مع الكونفيكستي بيبقى فيهم هواء مفرغ، فمع الاتموسفيريك اللي بره بيبدا ايه يحصل ايه بيضغط عليهم والتانيين في شافت بينهم فبيعمل بيبقى فيه نيجاتيف انترا ارتيكولار بريشر زائد بوزيتيف عليهم ايه اتموسفيريك بريشر. يبقى كله بيتكلم عليه بس كبسول وليجامنت في السبورتنج فاكتور ما عدا ايه الشولدر ازود عليها البوني فاكتور شكل البون، المسل فاكتور، الكارتش فاكتور، الاتموسفيريك بريشر. طبعا الليجامنت اللي احنا اتكلمنا عليها ديت ايه احنا السوبيرولوجي انر جوينت قلنا ثابت بالانيولر والكولاترال ومن تحت الكوادريت. ساعات يحصل بولينج من الريديوس تطلع براها في الاطفال الصغيرين بالذات لو حد عمل لهم تراكشن فدي بيسموها بولد البو. والبولد البو بيبقى الطفل جاي عنده بين وليميتيشن في السوبينيشن عشان الريديوس مش عارفه تتحرك جوه المحور بتاعها. تنس البو الريليشن المهمه قوي بتاعه اي جوينت، ان انا دايما مثلا الريليشن بتاعت الشولدر مهمه قوي ان انا ما اخش من تحت رغم ان هي الحته الواسعه. ليه؟ لان السيركمفليكس هيومرال والاكزيلا والرجل المزيل ماشيين من تحت. بالنسبه للالبو
قدام خطر. ليه؟ لان قدام الالبو عندك البريكيال، عندك الميديان، عندك الـ طبعا على البوث سايد الانر والريجيال، الريجيال قدام اما الانر من ورا. الكوندايلز، عند الكوندايلز برضو خطر. ليه؟ لان ده كومن فليكس الاوجن وكومن اكستنس الاوجن، لو قطعتهم خلاص ضاعت الايه وظيفه الايه الاوجن. طب من ورا بقى ممكن ارجع من ورا من عند الاوليكرينون بروسيس وافتح على الجوينت، يبقى سيف سايت لي من ورا علشان ما فيش اي نيرف ولا اي ارتري ولا اي ستراكشر مهم. طيب هنا بقى في لعيبه التنس، التنس عارفين الكومن اكستنسور اوجن بيبقى ان فرونت اوف ذا لاترال ايبيكوندايل، فهو بيجي له بيبقى عامل اكستنشن للالبو بتاعه وجاي له الكوره من بعيد، فبيعمل سادن برونيشن، فبيحصل تراكشن صادن تراكشن على الكومن اكستنسور او الاول عضله طالعه منه اللي هي الاكستنسور كاربراديالس بريفيس، فبيحصل لهم رابشر، فيبدا يجي يشتكي من الم على اللاترال ايبيكوندايل، سيفير بين على اللاترال ايبيكوندايل، وبيسموها تنس البو. اخر حاجه العظم، في حتتين مهمين قوي في العظم، ايه هم؟ اول حاجه اللي هي الكارينج انجل. الكارينج انجل بتبقى انجل موجوده في الفتحه بتاعتها لاترالي والايبكس بتاعتها ميديالي. سببها ايه؟ ان التروكليا الميديال مارج بتاعتها اكبر اطول من الايه اللاترال مارج، وبالطريقه دي برضو اللي هتشيلها كرونويد بروسيس بتبقى الميديال مارجن ايه بتبقى اعرض او اعلى من الايه اللاترال مارج، عشان كده بتبقى الانجل البروسيس الاثنين زايدين هنا، فتبدا تبقى تكون زاويه ومفتوحه من الجناب، دول صغيرين فتبقى مفتوحه من الجنب من اللاترال سايد. قد ايه؟ 170 في الميل او الرجاله و 167 في الفيميل. بشوفها امتى؟ لما انا ببقى عامله سوباينيشن واكستنشن. بلغيها امتى؟ لما اعمل فليكشن او اعمل برونيشن. في برضو حاجه مهمه قوي في العظم، كسر في العظم خصوصا اللور اند اوف ذا ريديوس بتحصل كتير. ليه؟ لان النايمه معظم الناس بيقعوا ويروحوا ساندين بايديهم، بيحصل اوت ستريتشد هاند. الاوت ستريتشد هاند دي الفراكشر اللي بتحصل فيها بيبقى مالتيبل فراكشر في كذا جزء، لانك تقل جسمك كله متحمل على عظم. اقل عظم في السترينستي هو اللي بيحصل له فراكشر. فانا عندي اول حاجه بتح ممكن يحصل لها ديسبلسمنت او فراكشر الاسكافويد، بعدها تنط تخبط في اللور اند اوف ذا ريديوس، ممكن بعدها اطلع الاقي السوبرا كوندايلر اريا بتاعت الهيومرس، لان في السبايرال مع الليميتيشن او برودنس ده بيعمل ضعف. اطلع بعدها الاقي الكلافيكل الضعف بتاعها في الميديال واللاترال توسير، وبعد كده الاقي الاسترنال. يبقى كل دول ممكن يحصل لهم كسر على حسب قوه الوقعه وقوه انك ايه بعت وسددت على ايدك. طبعا بتختلف من الصغيرين على الكبار. انا يهمني قوي حاجه اسمها كوليس فراكشر. كوليس فراكشر اللي هي ايه؟ فراكشر اللي بيحصل في اللور اند اوف ذا ريديوس، وده كومن بيبدا وخصوصا في الاولد ايج، لان هم معظمهم هو اللي بيقعوا بيبقى عندهم هشاشه في العظم. بيحصل ايه؟ ان اللور اند اوف ذا ريديوس بتتكسر وتاخد معاها الهاند وتطلع لفوق، وبقيت الارم بينزل لتحت، فبيعمل الصوابع مع الامر عامل هنا انجل اهوت، بيبقى عامل زي شكل الشوكه، فبيسموها دينر فورك او كوليس فراكشر. طبعا انا اشكركم و